يبدو أن حياة البذخ والثراء الفاحش لم تعد تقتصر فقط على مشاهير هوليوود ممن يمتلكون ملايين الدولارات في حساباتهم البنكية ويعيشون حياتهم متنقلين بين أفخم المنازل والجزر التي يملكونها في شتى بقاع العالم. فقد دخلت على خط منافسة المشاهير شابتان كويتيتان تمتلكان ثروة هائلة وعقارات في عدد من أرقى الأحياء في العالم، فمن تكون هاتان الشابتان؟ كيف أصبحتا تمتلكان كل تلك الملايين من الدولارات؟ ومن أبرز أصدقائهما من هوليوود؟ أسئلة وأخرى تحمل الإجابة عنها الدقائق القادمة من هذا الفيديو. ولكن قبل ذلك مشاهدينا الأعزاء، يسعدنا انضمامكم لأسرة قناة دهاليز بتفعيل خاصية الجرس والضغط على زر الإعجاب وكذلك زر الاشتراك، ونحن نعدكم دائما بالأفضل والأكثر تشويقا ومتعة لنتابع. انطلقت شرارة تلك القضية التي ما فتئت أن تحولت إلى قصة شهيرة تناولت تفاصيلها صحف ومواقع عالمية سنة 2015، وذلك عند رفع صندوق التقاعد الكويتي قضية ضد المدعو فهد الرجعان المدير العام السابق لمؤسسة الضمان الاجتماعي في دولة الكويت، والذي عمل بتلك المؤسسة لما يقارب 30 عاماً، وذلك لتهم تتعلق باختلاس واستثماره لأموال حكومية ومساهمات ومعاشات تقاعدية في أصول تقدر قيمتها بما يقدر بحوالي 70 مليار دولار. الملياردير الكويتي البالغ من العمر 71 عاماً طلب اللجوء السياسي سنة 2015 من المملكة المتحدة، وتفيد التقارير والبيانات أنه ما يزال يعيش الآن في العاصمة لندن، حيث تظهر وثائق الدعوة التي رفعتها الحكومة الكويتية ضده أنه اختلس مئات ملايين الدولارات، وذلك منذ توليه مسؤولية المدير العام لتلك المؤسسة خلال عام 1984. وبعد هروبه إلى لندن وحصوله رفقة ابنتيه على اللجوء السياسي في بريطانيا، فقد عمل فهد الرجعان على شراء 3 منازل لبناته في منطقة بيفرلي هيلز المدينة الأمريكية الواقعة في الجانب الغربي لمقاطعة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، والتي تضم أسراً ذات دخل مرتفع وعلى رأس القائمة العشرات من مشاهير هوليوود. بالإضافة إلى ذلك، فقد أشارت مجموعة من التقارير إلى أن فهد الرجعان قد أنفق مبلغ 5 ملايين جنيه استرليني على شقة أخرى في سانت موريتز، كما أنه اشترى من شركة سويسرية مجوهرات لبناته بقيمة 2.5 مليون دولار، كما تجدر الإشارة إلى أنه بعد تحويل القضية من قبل الحكومة الكويتية ورفعها إلى القضاء في المملكة المتحدة، فقد حكم قاضي المحكمة هناك أن المبالغ المنفقة من قبل المليونير الكويتي وبناته تافهة للغاية ولا تحتاج إلى الفحص والمتابعة. فيما لا يزال صندوق التقاعد في دولة الكويت في انتظار صدور حكم بتجميد وإعادة حوالي 847 مليون دولار أمريكي، متهم باختلاس 513 مليون دولار منها المدير العام السابق فهد الرجعان، أما باقي المبلغ فقد كان من نصيب مجموعة أخرى من المستثمرين فارين بدورهم. فيما لا يزال يؤكد عبر محاميه أن المبلغ الذي أنفقه والذي لا يزال بحوزته عبارة عن إيرادات وعمولات بعد استثماراته المختلفة في شركات بترولية حكومية، إضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة ومعاش تقاعده سنة 2012، مشيرا إلى أنه لم يختلس شيئا من أموال الحكومة الكويتية. فيما لا تزال العديد من التقارير الدولية تشير إلى أنه قد كان يسير عشرات الملايين من الدولارات من خلال حسابات مصرفية وكذلك من خلال شركات وهمية في كل من سويسرا ولبنان وجزر الباهاما وسنغافورة، وأيضا في جزر فيرجن البريطانية، وأنه قد أنفق معظم المبالغ المحصلة من وراء ذلك في شراء العقارات والمجوهرات لابنتيه. من جهة ثانية، لا تزال الصحف والمواقع الدولية الأمريكية تولي اهتماماً خاصاً لتفاصيل حياة الرفاهية التي تعيشها كل من فجر وفرح الرجعان ابنتي المدير العام السابق فهد الرجعان، وذلك بعد ابتياع فجر لمنزل في لوس أنجلوس
بمبلغ يفوق 8 ملايين دولار أمريكي وسط تجمع سكني واسع المساحة وفي منطقة سكنية تعتبر الأغلى في العالم. أما المنزل الذي اشترته فجر والمجاور لمنازل العديد من المشاهير والنجوم قد كان في ملكية شركة وودبريدج قبل تحديثه وبيعه لها. بالإضافة إلى ذلك فإن فجر الرجعان الابنة الصغرى للمليونير الكويتي والتي تعمل خلال أوقات فراغها كمحررة لمجلة فايوليت غراي التي أسستها الفاشينيستا كاساندرا غراي تملك مجموعة أخرى من المنازل في كل من العاصمة الفرنسية باريس ودبي الإماراتية إلى جانب منزلها الفاخر بلوس أنجلوس، كما أن ثروتها الباذخة مكنتها من عقد صداقات مع عدد من مشاهير العالم مثل صوفيا فيرغارا وجيسيكا ألبا وكذلك بطلة تلفزيون الواقع كيم كارديشيان. وقد التقطت الصحف العديد من الصور تظهر المليونيرة الكويتية ونجمة تلفزيون الواقع وهما بصدد تناول العشاء بأحد المطاعم المشهورة في الولايات المتحدة الأمريكية. كما تشير عدد من المدونات العالمية إلى أنه قد تم اختيار الآنسة الرجعان المحبة للأضواء والشهرة ضمن قائمة النساء الأكثر أناقة في العالم خلال استفتاء يقام بشكل سنوي ويضم لائحة طويلة من مشاهير العالم. إلى جانب امتلاكها لطائرات خاصة ومنازل فاخرة فهي تقضي عطلتها في أرقى وأغلى الجزر عبر العالم، وقد انضمت إلى قائمة ما أصبح يعرف بالأثرياء العالميين الجدد ومالك الطائرات النفاثة. كما أن فجر الرجعان، وكما أشرنا أنها المحبة للأضواء والشهرة، تعمل على استعراض تفاصيل حياتها المترفة ومنازلها الفاخرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والصحف العالمية ومن خلال الحفلات التي تقيمها في منزلها والتي تدعو إلى حضورها أبرز مشاهير هوليوود. كما أنه خلال العام الحالي نشر موقع فارايتي الأمريكي تقريراً يفيد أن كل من فرح وفجر الرجعان الشابتان الكويتيتان تعتبران من بين أكثر الشباب غناً والقاطنين بمدينة ويست هوليوود من بين أرقى المدن في العالم. كما قال الموقع الأمريكي إن فرح وفجر تعدان سيدة مجتمع بارزتان، كما تصنف ممتلكاتهما من المنازل والعقارات المختلفة من بين أفخم العقارات في المدينة الأمريكية ككل. وللإشارة أيضا فإن فرح الرجعان ورغم تمتعها بالثراء وامتلاكها للعديد من المنازل والعقارات إلا أنها وعلى عكس شقيقتها لا تحب الأضواء والشهرة بشكل كبير.